مفيش عندنا شيء متأجل. كونسولتو كونسولتو كونسولتو. اهلا وسهلا بالسادة المشاهدين في حلقة جديدة ومعلومات جديدة من برنامج كونسولت تيلي ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات أسئلة واستفسارات والرد عليها مباشرة من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد أستاذ السكر والغدد الصماء كلية الطب جامعة عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. اقول استاذ حسام بقى ولا اقول نجم ده يا لا ده انت انت براحتك خالص طبعا. بنبارك انت سيد الحلقه. الله الله يبارك فيك. بنبارك لك ان شاء الله على الاعلان المتميز. كنتاكي طبعا هيكسر الدنيا. وبيتزع دلوقتي مش كده؟ على قناه دي ام سي مش كده؟ تصوير كان في تركيا كمان. واخد بالك. فالف مبروك. الله يبارك وان شاء الله يعني ده من الاعمال القليله اللي يعني اللي انت بترضى عنها يعني ترضى تعملها. الحمد لله الحمد لله. واحنا برضه يا دكتور يعني اعذرني لو بتلاقي عينيا كده او سرحت شويه لان المعلومات اللي بتقولها بصراحه ابتديت اركز فيها جدا جدا ويسمحوا لي المشاهدين انا بقيت واحد منهم يعني بارك الله لكي حضرتك. استمع اليك. الله يخليك. وبعدين برضه انا شايف ان حضرتك انشغالك على قناه الام بي سي بارك وما الله فيك. بتبخلش على اي معلومات ان شاء الله برضو نقول لهم. وبكره ان شاء الله, الساعه 7:30 صباحا هي بدري عشان هي قناه العربيه بتوقيت قناه العربيه بتوقيت الامارات او السعوديه لا الامارات لان الامارات تسبقنا بساعتين زي ما انت عارفه عشان خطوط الطول. فهناك 9:30 الامارات مصر 7:30 فبننوه للساده المشاهدين برضو لان دي استفاده لل بس هنتكلم على موضوع مختلف استفادة تماما استفاده للجميع. والدكتور هيتكلم عن 3 مواضيع على قناه العربيه غدا ان شاء الله الساعه 7:30 الصبح. فبرضو ممكن بتستفادوا يعني من الخبره العاليه بتاع الدكتور وكل المرضى وغير المرضى كمان المشاهدين اللي بيستفادوا جدا 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 وانا منهم. اول واحده اكون بتفرج بكره الساعه 7:30 صلي الفجر وتقعد بقى وان شاء الله طبعا طبعا لا والله هو اكيد يعني هنتكلم بكره ان شاء الله على زياده نمو الشعر في السيدات أوكي. والبنات فده انت عارف ان دي دلوقتي بيشتغلوها الناس بتوع التجميل وبيبقى همهم ان هو يشيل الشعر بالليزر او يشيل الشعر بالتقشير واي طريقه ده الحوار له بكره ده وبينسى ان ممكن يكون زياده الشعر ده له علاقه طبعا هو عاده بيكون في اضطراب هرموني وفي هرمونات الذكوره بتبقى زياده في البنات او في الستات واحيانا بيكون ده بيعكس ما تحوصل او تكيس في المبيضين واحيانا بيعكس اضطراب زياده هرمون التستوستيرون الذكوري في الانثى او في البنت ويصاحبها نوع من انواع العقم وساعات يكون الكورتيزون عالي او هرمون النمو يكون عالي اللي هو جروث هرمون. فاذا طيب لو شلنا الشعر سواء في اضطراب هرموني او غير اضطراب هرموني لو احنا نظبط الهرمونات في الوضع ده بطريقه جديده بدل ما نشيل الشعر كل 3 شهور ممكن ما نشيلوش الا كل سنه مره مثلا. وده اللي هنقوله ان شاء الله بكره باستفاضه يعني. طب يا دكتور عندنا اتصالين استاذ فرج وام محمد. اهلا وسهلا. طيب ناخد استاذ فرج من اسكندريه الاول. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ فرج. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. الدكتور معاك يا استاذ فرج. دكتور محمد. الو معاك يا فندم. دكتور محمد حضرتك بص انا الحاجه عندي عندها سكر من حوالي 15 سنه. نعم. وحضرتك كنت بتتعالج الاول بتاخد انسولا طرد وبعدين بدانا نغير انسولا طرد غيروه بنوفرابيت والترسيبا وكان السكر بتراوح في الاول قبل تغيير الادويه دي كان بين 280 وبعدين بعد الفطار صوت من عندنا ولا من عنده يا جماعه الشبكه استاذ فرج لو تغير المكان بتاعك او تشوف عندك مشكله في الصوت ايوه لو تغير مكانك بس عشان الشبكه اكتر من 4 شهور لقينا ان التوام ما هو ولا اي حاجه فروحنا للدكتور متخصص الو سامعني يا فندم؟ كمل رحت لدكتور متخصص بس علي صوتك شويه. ايوه يا فندم رحنا لدكتور متخصص بعد كده بتاع سكر اعطاني غيرني الترسيبه واعطاني
وغير لي النوبه رمت اعطاني ماكس ستار ب 30. تمام. ماكس ستار 30 لغايه الان السكر نزل بتاع 40 وحده 60 وحده، انما لغايه الان السكر يا دكتور برضك انا عندي الجهاز بنقيس الصبح نلاقيه 260، ونقيس بالليل بعد ما تاخد الجرعه بتاخد جرعتين، جرعه الصبح 40 صايم وبعدين جرعه بالليل 26. نيجي نقيس السكر الصبح نلاقيه 280، وبعدين نيجي نقيس السكر بالليل نلاقيه 370. وانا محتار، انا لفيت على دكاتره ياما ازاله السكر مش عارف، السكر ما بينزلش ما بيرجعش. طيب. خليني بس اسالك شويه اسئله لو سمحت. اتفضل يا فندم. الست سنها كم سنه؟ الست 58 سنه يا فندم. وزنها كم كيلو؟ وزنها 96. 96. اخر سنه وزنها زاد ولا قل ولا ثابت؟ لا ثابت، 96 بقى لها سنه زي ما هي. طب قبل ما بدات الانسولين من كام سنه؟ من حوالي 12 سنه 13 سنه. طيب اقفل وهرد على سيادتك. شكرا استاذ فرج وخليك مع الدكتور. طيب ناخد ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ تمام الحمد لله، اتفضلي الدكتور معاك يا ام محمد. لو سمحت يا دكتور، انا مريضه سكر بقالي 8 سنين، وبحس ان يا دكتور من يوم ما السكر جالي وهو عمل لي حاجه زي الوسواس القهري والاكتئاب، مفيش اي حاجه للاكتئاب بس تكونها امنه، ما يعني ما استمرش عليها، بخاف بسمع يعني كلام مش كويس عن ادويه الاكتئاب يا دكتور، وانا بثق في راي حضرتك، فحضرتك يعني انا بستشير حضرتك حاجه للاكتئاب والوسواس القهري. طيب حاضر. ماشي يا دكتور، ماشي. شكرا. بالنسبة للحالة الأولى وزنها 96 كيلو، ما زادتش رغم أنها بتاخد إنسولين كميات مش قليلة يعني، وغيروا نوع الإنسولين لأكثر من مرة، ومع ذلك السكر ما زال في يعني مراحله العالية. هنا الإنسولين مش هو العلاج الأمثل في مثل هذه الحالات، ولكن انا ما اقدرش اسحب الانسولين دلوقتي وادي ادويه فقط عن طريق الفم، فهضطر ان انا اديله حاجه الى جانب الانسولين يمشي عليها 6 اسابيع او شهرين، وبعدين نشوف هنعمل ايه. تمام. هو المفروض ان ننزل، هي 96 لازم ننزل 6 كيلو. 6 كيلو دول طول ما هي بتاخد انسولين او مثيلينها او اي مريض سكر بياخد انسولين من الصعب انك انت تسيطر على وزنه، يعني من الصعب ان انت تقلل وزنه يا اسامه. تمام. ليه؟ لان الانسولين زي ما احنا اتفقنا قبل كده، قلنا انسولين كتير يبقى وزن كبير. وزن كتير. خليها كبير بقى عشان تكسر القاعده. انسولين كتير يبقى وزن كبير. طب انسولين قليل يبقى وزن صغير. واخد بالك؟ فهنا بتاخد هي انسولين. الانسولين هنا بس بيخزن دهن اكتر منه بيظبط سكر، بس ما اقدرش اوقفه، ما اقدرش اوقفه الا لما السكر يكسر ال 200 يعني الا عن 200 او اقلله، فهنخلينا على نفس الجرعات دي وهي تعمل رجيم. انا معلش التليفون ما كانش واضح قوي. هي 58 سنه. ايوه بس خدت دواء ايه تاني غير الانسولين؟ ميكس ستار. يعني هي كل، انا مش عارف الناس بتنط على الانسولين ليه، يعني هم الانسولين لا شك ان هو سلاح الدكتور الضعيف، عايز يخلص. الانسولين سلاح الطبيب الضعيف، بينما هناك عنده شغل تاني ممكن يعمله دون اللجوء الى الانسولين. الانسولين دواء المفروض يجيب نتائج سريعه وحلوه، ولكن على المدى البعيد النتائج دي هتبقى مش كويسه، الجسم هيتعود عليه، خلينا نتكلم بالبلدي. تمام. والجرعات هتبدا تزيد، والانسولين هيكون تاثيره انه يزود الوزن وليس تظبيط السكر، وزياده الوزن بتعكس الامور، بعد ما كان هو بيستجيب لجرعات بسيطه من الانسولين لضبط السكر، كل ما الوزن يزيد يبقى ده عائق وهيفقد المفعول وبقى مشكله. فاحنا في الاول نفرح ندي الانسولين خلاص 3 اسابيع تلاقيه سكره بقى زي الفل، 90% منهم على سنه على 6 شهور على 3 سنين تفضل تخش في الدايرة. احنا لازم حتى لو ادينا الانسولين على فكرة ممكن نعطيه فترات وجيزة، يعني مثلا شهرين 6 شهور سنة سنة ونص،
بس الفكره بقول ايه يا استاذ حسام؟ اتفضل يا دكتور. اعطاء الانسولين عشان اديه بالطريقه الصح محتاج تحاليل كتير غاليه، وايقاف الانسولين محتاج تمهل وبرضه تكاليف غاليه. يعني هو احنا بنحاول نعملها من غير تحاليل ينفع، بس لو حصل ان احنا لقينا انتكاسات وحاجات زي كده بنحاول ان احنا ما نخلينا في نمشي في الطريق السهل المضمون. تمام. فما نغامرش وان احنا نوقف، والسكر لو ارتفع بعد ما نوقف الانسولين يبقى صعب ان انا ارجعه تاني. بالنسبه للست التانيه بتاعه الوسواس القهري، انا اعتقد اتصلت بينا قبل كده، واعتقد تشخيصها وسواس قهري ده غلط. مفيش حاجه اسمها اللي هي قالته مش وسواس قهري. ساعه ما قلت لك ايه، الانسان يعمل حاجات متتاليه نفس الفعل، يعني مثلا يعمل ايه، يغسل المخده ويروح مغير المخده او كيس المخده، وبعدين يركب واحد تاني، وبعدين لو واحد لمسه كده يروح مغيره تاني، ليه الوسواس، او يغسل ايديه كل ربع ساعه، واخد بال حضرتك، او يبص في وشه كل 5 دقايق ويرجع تاني ويبص تاني يشوف مش عارف ايه. ولذلك اسمه ايه، الوسواس القهري، اوبسيسيف كومبالسيف نيوروزيس، يعني في اوبسيشن معناها ان هو شكاك او موسوس، ولذلك اسمه الوسواس القهري، وسواس القهري، واخد بالك. يعني ده بيعني الاكتئاب، هي ما كانتش كده، لا ده غير الاكتئاب خالص، الوسواس القهري ده ملوش علاقه، واخد بالك. فانا شايف هي راحت، كانت راحت الاطباء اللي انا فاكر ان هي الاطباء بتوع اعصاب ونفسيه. تمام، هو مش وسواس قهري، لو كان اكتئاب تعمل لي تحليل الغده الدرقيه وتقول لي الاسبوع الجاي. تمام. طيب معانا ام محمد والحاج رجب. بس احنا هنقعد كتير، الناس ما تزعلش، ليه؟ عشان نشرح. انا متهيألي كده بالنسبه للمشاهدين، وبعدين الدقيقه النظام بتاع الدكتور ايه؟ يعني الدقيقه ب 14 قرش برضه، يمكن قبل ما اقول عشان افتكر لو سمحتوا، احنا هنحاول نعالج في القناه هنا، ما تتسرعوش، لان اللي انا هفشل ان انا اعالجه هنا على الهواء يبقى هيكلف الافات، بتكلم صحيح، ما يحاولوش يجوا لي. عندهم فرصه مفروض يغتنموها والله، ولا هيروحوا لغيري، مش هينفع، مفروض فرصه يغتنموها. لا انا مش عايز، احنا مش جايين نسوق لنفسنا يا حسام، انت على طول دكتور، يعني بدليل ان الدياب 14 قرش يعني، يقعد على التليفون يبقى الدياب ب 14 قرش، لو قعد مثلا ساعه يبقى قد ايه؟ 140 مش كده يا بيه؟ لا 60 في 14 60 في 10 واخد بال حضرتك، يعني يقعد ساعه، انا بكلمك يعني يقعد 10 دقائق مثلا، هيبقى حوالي جنيه ونص مثلا 10 دقائق يعني. هو المفروض اي مشاهد ما يتضايقش، لاني لو هتاخد وقت مع ده هتبقى هتاخد وقت معاه برضه بعديه. لا احنا لاحظنا يعني ما بنجاوب صد رد ما بنفيدش الناس. انا برضه الهدف هنا ان انا اخد الاتصال كمثال عشان يستفيد منه اكتر من حد، كل الناس. نعم. طيب نبتدي بام محمد من بني سويف. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد علي صوتك شويه بس كده، وقرب التليفون من اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضلي الدكتور معاكي. ايوه يا دكتور. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك، اتفضلي. قطع. طيب طيب الحاج رجب من الاقصر. حاج رجب سلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ حسام. صوت عالي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحييك وبحيي الدكتور محمد وبقول له الف شكر، والله كشف من دكتور استشاري مجاني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا حاج رجب. معايا كشف ليا وكشف لواحده جارتي. اتفضل اتفضل. بالنسبه لي انا بكح وصدري بين زيك. ليك جامدة بيكون وجارتي وصدره عندها مغص وبتصفرغ الصفراغ اخضر. يا وفي كحة وبلغم؟ وعنده بلغم اخضر. لونه اخضر مش كده؟ لونه كدا؟ اخضر اه. طيب بقاله قد ايه؟ بقاله البلغم حاج رجب بقاله قد ايه؟ مالوش اسبوع. اسبوع؟ طيب. في حرارة؟ كنت اخدت دور برد. طيب في حرارة، في حرارة يا حاج رجب؟ ولو بتاخد أي أدوية قول له للدكتور. لا الحمد لله، ولا كورونا ولا حاجة الحمد لله. لا أنا بقول في حرارة مش كورونا. لا يا عم ما فيش حرارة. طب الحمد لله. معايا واحدة جارتي. خلاص ماشي يا حاج رجب. طب قبل ما تقفل كنت بتاخد أي أدوية عشان الدكتور يبقى عارف؟
لا الحمد لله ما باخدش حاجه، بس معايا واحده جارتي النبي كشف تاني. والنبي يا شيخ ماشي حاج رجب، متشكرين يا حاج رجب، والدكتور هيرد عليك بعد. طيب ماشي يا حاج رجب، شكرا شكرا. طيب اوكي، هو دلوقتي الحاج رجب دلوقتي بيقول عنده طيب التهاب. طب ناخد الكاش ماشي، ناخد ام يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام يوسف ازيكم الاول؟ تمام الحمد لله. ام يوسف اتفضلي. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا ام يوسف، الدكتور معاك. لو سمحت يا دكتور. نعم. انا عملت تحليل الغده. اوكي. وقال لي انت عندك الغده ويعني النسبة عالية شوية. ايوه. يا دكتور اللي مضايقني من الغدة ما بعرفش انام، انا رهبتي. هي متضخمة؟ ما ايه؟ يعني كبيرة؟ الغدة كبيرة؟ لا لا هي مش ورمة. امال ايه، ما بتعرفيش تنام ازاي يعني؟ في هي قلق. زي ما اكون كده يا دكتور بتطول فوقك. فاهم. حضرتك فاكرة التحليلات او تقدري تقوليها لي ولا صعبة عليكي؟ ايه؟ لا صعبة الصراحة يا دكتور. طيب اداكي الدكتور اداكي علاج؟ ايه ايوه، اعطاني اندرار واعطاني حاجات التهابات للتورم. لا هو اداكي كام حبايه كارب مازول؟ لا هو ما اعطانيش الثانيه، هو اعطاني حاجه اسمها اندرار 10 ثلاث مرات في اليوم بس. طب قولي لي وزنك. التهابات للتورم. وزنك قل اخر ست شهور او ثلاث شهور؟ اليومين دول. خسيتي قد ايه؟ يعني حاجات بسيطه برضه يا دكتور كده، 2 كيلو 3 كيلو. طيب اوكي، الف سلامه. لو سمحت يا دكتور بس عشان عايز اعرف الغده بتاثر على النفسيه. حاضر هجاوب عليها. وما بعرفش انام على رقبتي، يعني ما بعرفش اريح على رقبتي ولا اجي كده ان على اليمين ولا على الشمال. لا يعني في الم في الرقبه؟ مش بعرف انام. في الم في الرقبه؟ عندي تحت زوري كده مطرح اللوز. اوكي اوكي طيب. والاكثر في الجنب اليمين يا دكتور. طيب ماشي، شكرا ام يوسف شكرا. طيب معانا الاستاذ رجب، الحاج رجب من الاقصر. ان هو ده نديله دواء صدر وكحه وبلغم اخضر. ياخد حاجه اسمها سيبترين. تمام. دي حبتين الصبح حبتين بالليل لمده 10 ايام، وياخد شراب اسمه سولفين معلقه كبيره ثلاث مرات في اليوم، وياخد حاجه اسمها فينتولين 2 مللي جرام حبايه الصبح حبايه بالليل، ويشرب ساخن كتير 15 يوم هيبقى كويس او 10 ايام بالكتير. تمام تمام. ام يوسف الغده والنفسيه التهابات وتورم الاثنين. بالظبط كده. هو الدكتور لو كان يعني هو يعني متمكن من مش عايز التمكن قوي يعني. لو واثق هو من التحليل وواثق يعني من كده، كان ادى ادويه للغده. الاندرال ده بيدي دواء يعني لا يقدم ولا ياخر، وهو ليس بعلاج يعني، هو ممكن بنعطيه كعلاج مساعد في حاله زياده افراز الغده الدرقيه. تمام. اخدين في الاعتبار بس يا استاذ حسام، اتفضل. زياده الغده الدرقيه كتحليل الناس بيختلط على الامر يعني، هم احنا عاده الشائع بيقيسوا ثلاث هرمونات، هرمون اسمه اف تي 3 او اف تي 3 واف تي 4 او تي 4 وحاجه اسمها تي اس اتش. تمام. واحيانا الناس يعني عايزين يوفروا يقوموا يعملوا تي اس اتش لوحده. التي اس اتش ده هم بيعتبروه اما يبقى عالي يبقى الغده عاليه، اما يبقى واطي يبقى الغده، او منخفض يبقى الغده ما بشغاله، وده العكس. التي اس اتش ده ما بيطلعش من الغده الدرقيه، ده هرمون بيطلع من غده ثانيه اسمها الغده النخاميه، والغده النخاميه دي ما بتطلع التي اس اتش، هو بيحفز الغده الدرقيه انها تطلع الهرمونات بتاعتها اللي هو التي 3 والتي 4 اللي كل الناس عارفينها. تمام. فياما يقول لك، اما اقول لك المريض الغده غاليه الغده عاليه لازم اخدها انا بحذر، ممكن يكون هو ما يعني غير اللي انا عايزه، يمكن العكس تماما يعني كده يدخلنا في مشكله كبيره. بيد ان الدكتور ما ادهاش غير اندرال. اندرال ده عادي اي حد ياخده على فكره، يعني تقريبا ممكن الناس كلها تاخده كده كنوع من البلبعه، يقلل يعني بنستعمله في حاجات كتير قوي، في التوتر العصبي يمكن اللي كانت بتتكلم، رعشه الايدين،
بنديه في الضربات القلب السريعة أينما كان سببها ما عدا الأنيميا مثلا أو الحمل ما ندوش. احنا بنعلم الطلبة والدكاترة يعني ما يعرفوش الكلام ده أكيد والله. يعني البيتا بلوكر أو الإنذرار وكده ما نديش مثلا في الحمل اللي هو نتيجته ضربات تسارع ضربات القلب أو ضربات عالية أو ضربات عالية ناتجة من الأنيميا ما يستحشنش أدي إنذرار. أنا أصلح السبب هنا تماما لأن هنا ضربات القلب العالية دي أو السريعة دي لها فايدة مش المفروض إن أنا أوقفها بسلطوية. الناس تفهم الكلام بقى سلطوية يعني إن هي مش نتيجة للسبب الأصلي اللي هو مزود ضربات القلب. يعني في ضربات قلب دي ممكن أنت عشان بتفكر كتير تزيد في الحالة دي أدي إنذرار لأن زيادتها هنا بتكون زي ما بتقيم أنت تفكر كتير أو زعلان لا سمح الله أو كده مشغول إن في حاجة طرقة الأدرينالين. لأ الأدرينالين بيعلى تمام الأدرينالين لما يعلى يزود ضربات القلب تمام. فأنا مدي الإنذرار بيوقف عمل الأدرينالين على القلب. كلام منطقي صح. طيب ما الست التانية أو الرجل التاني اللي عنده أنيميا الهيموجلوبين بتاعه 10 ولا 9.5 ولا 11 نتيجة للأنيميا دي وإن الدم ما فيهوش هيموجلوبين بيشيل أكسجين كويس يوديه للأنسجة والمخ يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعمل داخليا القلب يعوض إنه يزود ضربات القلب بدل 70 تبقى 90 تبقى 100 تمام وتزيد أول ما يمشي أو ما ندى إنذرار يوقفه غلط يبقى كده مش صح لأن هو هنا شغال عشان يسد عجز الهيموجلوبين اللي ناقص صح بيعوض الأنيميا اللي ناقصه يبقى انا ما وقفوش أنا. لو وقفته الانسجه مش هيروح لها اكسجين لا يعرف يفكر ولا يعرف يمشي ولا يعني انت هي في حضرتك يعني عاوز اقول نظام تعويضي لنقص الهيموجلوبين اللي في الدم عن طريق تسارع ضربات القلب. لو انا تدخلت بشيء تاني غير علاج اصل المرض الا وهو الانيميا يبقى انا كسرت المنظومه التي تساعد المريض على البقاء سليما رغم وجود الانيميا. خد بالك؟ صح اكيد. فهنا في فرق هو طب هنا ده انذرار احنا اتكلمنا عن انذرار ده دواء مارفولاس جميل جدا جدا رخيص خالص على فكره. تمام في منه 10 ملي جرام وفي منه 40 ملي جرام وفي منه 80 ملي جرام. ولو اتخذ صح ما فيش مشكله خالص وهو عاده بيبقى صح عارف الحاجات البسيطه قوي ان احنا ما ندهوش هبوط في القلب مثلا قوي ما ندهوش غير مع حاجات معينه كده يعني. المفروض الناس تصم الكلام ده الدكاترة مش الناس طبعا اقصد. فمن هنا الراجل ده انذرار يا أسامة. أكيد. طب فين دواء الغدة؟ ما في ده مش دواء الغدة. يبقى أنا مش هاخد بكلامها إن هناك زيادة في الغدة الدرقية. صح. لكن لو أنا هي اتفصلت دلوقتي وقالت لي التحاليل كام؟ لو أنا أخدت بالتحاليل ممكن ما أخدش. طب الألم اللي في الرقبة ومش في الرقبة والحتة دي عاملة هتاخد لها دواء مثلا زي سيبتازول. حبتين الصبح حبتين بالليل لمدة 15 يوم أو 10 أيام تشرب حاجات سخنة كتير تاخد دواء اسمه بايسلفون حبوب أو شبيه ليه حباية 3 مرات في اليوم وإن شاء الله ده إلى جانب ناخد في الدين حباية على اللسان مرتين في اليوم لمدة 5 أيام هي تعيد الحلقة طبعا وتشوف أكيد تسمع أكيد الحلقة بتتعاد يا ريت يبقوا متابعين على اليوتيوب وكده ونزلها على احنا على البيج بتاعتنا الصفحة بتاعتنا أكيد برضه واخد بال حضرتك صح قلنا في الدين في الاخر حبايه على اللسان مرتين في اليوم لمده 5 ايام هتبقى كويسه قوي ان شاء الله بس السخن الكتير ده مهم قوي قوي ولو هو الغده الدرقيه فيها زياده يبقى احنا هنقدر نعالج تاني بس ما اقدرش ادي دواء عليه دلوقتي محمد كلام مدرسه بس عايز اللي بارك الله فيك طيب معانا الاستاذ محمد من اسيوط والاستاذ خالد من اسوان ناخد الاستاذ محمد من اسيوط الاول سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمد ازي حالك يا استاذ حسام والله تمام الحمد لله نعمه وفضل اتفضل يا استاذ محمد ممكن اكلم الدكتور محمد اكيد اكيد معاك السلام عليكم يا دكتور السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور انا عندي شخوله في الصدر كده وعنده ضيق في التنفس وكل ما امشي يزيد الشخوله في الصدر كده كل ما امشي يعني سنك كم سنه يا فندم 25 سنه 25 سنه ايوه شغال ايه؟ انا موظف في بنك طيب يعني مثلا شغال ايه في البنك؟ محاسب محاسب انا قاعد على مكتب ايوه الشكوى بالظبط يا فندم؟
الشفقة دي فيها يزيد يعني معايا بلغم في كحة وبلغم في التنفس ما اقدرش اتغطى. ايوه ما اقدرش اتغطى يعني من ساعة تتغطى البطانية ما احس ان ضيق بالتنفس في كحة وبلغم على طول. بالك قد ايه على الحكاية دي؟ الحكاية ده من شهرين كده. اخدت ادوية طبعا. ايوه اخدت كتير مضادات حيوية وكده. ايوه ما يخف الشخولة دي ما تخف وبعد كده بعد يومين ثلاثة ترجع تاني. البلغم لونه ايه؟ لونه اصفر. حاليا بتاخد اي ادوية؟ لا دلوقتي وقفت. بتدخن سجاير؟ لا سجاير لا. وزنك قد ايه؟ وزني 60. خسيت في الفترة اللي فاتت دي الشهرين دول؟ ايوه. خسيت كم كيلو؟ كان وزني 64 فلاحظت ان انا نقصت 4 كيلو. الشهية كويسة ولا أي كلام؟ لا الشهية بسيط. قلت يعني الواحد بيحس ان هو غرفان كده. لا قلت ولا الشهية. قلت الشهية ولا هي كده؟ ايوه الشهية قلت عن الأول، يعني لو كنت ماكل كل حاجة دلوقتي يعني بسيط. طيب. في سخونية بالليل أو عرق بالليل وأنت نايم؟ ايوه مسخن بالليل وما عرق. ايوه لا انا هقول لك الحاجه تقول لي ولا انت فعلا مراتك قالت لك كده او امك قالت لك كده؟ لا دكتور والله ايوه صح. طيب خلاص اقفل وهقول لك حاجه. شكرا ألف سلام. شكرا استاذ عم خليك مع الدكتور ناخد لبعض. أيوة الدكتور طبعا. استاذ خالد من اسوان سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ خالد. الحمد لله تمام الله يبارك. والله طبعا انا عندي ست بتاعتي زي ما تقول عندها سكر يعني كده وعايزين مرتفع دائما باستمرار معها يعني. اتفضل. سنها كم سنه؟ السكر. سنها هي حضرتك عمرها؟ السن كام؟ عمرها يعني 53. وزنها كم كيلو؟ 70. 70؟ اه. السكر بقاله كم سنه عندها؟ يعني بيبقى 250 280 باستمرار وهي بتاخد بتاخد انسوليني. قد ايه الجرعه؟ يعني بتاخد 15 و30 30 في الصبح و15 بالليل. 30 ميكس طرد برضه ولا حاجه ثانيه؟ اه. في اي ادويه ثانيه بتاخدها معاها؟ بتاخد ايه؟ في ادويه تانية بتاخدها مع الانسولين؟ لا 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 ما عندهاش هي بس كانت عامله دعامات هي في القلب. لا انا اقصد ادويه اخرى للسكر. يا استاذ خالد. لا لا ما بقول لك بتاخد ادويه تانية للسكر غير الانسولين؟ ايوه. بتاخد ادويه تانية؟ لا 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 ما بتاخدش لا ادويه غير السكر غير الانسولين. الانسولين بس لا. طب قبل قبل الانسولين كانت بتاخد ادويه بالبق يعني بالفم؟ هو تقريبا بيسالها. لا لا ما بناخدش لا. طيب انزل حاضر هقول لك يا سيدي. طيب كان بس الدكتور بيسالك يا استاذ خالد. السكر بقاله قد ايه عندها؟ كان بس الدكتور بيسالك يا استاذ خالد. هو بيسمع من التلفزيون. ماشي زي بعض يا استاذ. تعب خمس ست سنين كده يعني. خمس ست سنين شكرا خليك مع الدكتور استاذ خالد. طيب احنا دلوقتي هنمسك الاولاني كان اسمه ايه؟ كان استاذ محمد ضيق تنفس خلاص حافظ عليه محمد وبلغم وكحه بقاله شهرين وخد ادويه تتحسن شويه وتقل شويه وحاسب بلغ. طيب واحد انسان جاله مثلا التهاب شعبي او حتى التهاب رئوي تمام عاده بيتحسن خلال اسبوع اتنين تلاته ولا سيما ان ياخد مضادات حيويه. التهاب الشعبي عاده بيخف 100%. تمام. الالتهاب الرئوي في فرق بين الاثنين على فكره. التهاب شعبي يا استاذ حسام اتفضل يا دكتور ده بيبقى اعراض كحه بلغم ممكن بصاق مش ملون او ملون. احيانا يبقى في ضيق في النسم او في النفس شويه سواء مع المجهود عاده يبقى مع المجهود يعني ينهك شويه وكده. اما ارتفاع درجات الحراره عاده ما تبقاش موجوده في الشعبي تمام
هو يعني ايه شعبيه؟ الناس فاكره شعبيه يعني، يقول لك نزعه شعبيه، هي شعبيه من الشعب وكلمه الشعب الهوائيه يعني. الله يبارك فيك. هي هنا في الشعب الهوائيه هي مسارات الهواء. اما نيجي عارفين الفشه اللي بتتعمل، في الفشه اسمها فشه، هي لها اسم تاني. هي كده صح هذا. مش كده ولا فيها حاجه تانية حسنا؟ انا بقولها بطريقه الناس ما تفهمهاش. فالفشه دي حضرتك دول الرئتين، عارف انت وانت خدت لو خدت مقطع فيها تلاقي فيها حاجات غضروفيه كده، دواير غضروفيه صح. دي عباره عن انابيب زي الشاليمور. ده الشاليمور. طبعا في شاليمور تخينه وبعدين ترفع 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 لما تبقى قد الابره. تمام. رفع الابره، الابره الرفيعه بتاعت المكنه. هي دي الشعب يا دكتور؟ دي الشعب. دي مسارات هوائيه يا استاذ حسام. اتفضل. لي فائده لها غير ان الهواء توصله من اول ما يدخل بقنا لحد حاجه اسمها الحويصلات الهوائيه. تمام. الحويصلات الهوائيه ربنا خالقها تقريبا جدارها، عارف انت قشره البصله زي لا مش القشره، البصلايه كده اما تجيب انت حضرتك مش قشره البصله. في صوت انا سامعه يا جماعه، في صوت. تقريبا الشاشه، هي دي الشاشه، لحد بيتكلم في التليفون. ممكن. فحضرتك البصله سيادتك مش اللي هي اللون الاحمر او اللي بره، لا. اللي هي حضرتك ورقيه البصله اللي احنا بنقطعها، الغشاء ده، في غشاء فوق رفيع كده عامل زي ورقه البفره. ورقه البفره هو ده، هي دي الشعب الهوائيه، دي جدارها. تمام. يفصلها الجدار ده، يقول لك قشره البصله الداخليه مش عارف لها اسم. بينها وبين الوعاء الدموي يعني الشعيره الدمويه، الهواء يدخل الاكسجين يروح معدي، دي الحويصله الهوائيه. تمام. ودي بيسميها النسيج الرئوي، ده ما يلتهب حراره 40، رعشه، كحه، بلغم كتير، ما يقدرش يخرج من البيت، عرق شديد، عاده العلاج بتاعه لازم جوه مستشفى. تمام. ولو كان في البيت ما بيستجيبش الحبوب، لازم حقن ومضادات حيويه. فهو عاده احنا بنعيش كل 1000 حاله التهاب شعبي نلاقي حاله التهاب رئوي. ونعرف الالتهاب الرئوي ليه بقى؟ اما يروح سياده عند الدكتور واحد واثنين وثلاثه ويبداوا يدوله حبوب مضاد حيوي ودواء كحه ومش عارف ايه، والامور ما تخفش. يبقى ده التهاب رئوي. بس لازم حراره عاليه هنا. وحراره عاليه مش هزار. جامد. 40 40 42 41. البلد كلها بتقف على رجل. يعني البيت كله يقف على رجل. تمام. طيب اللي حصل ايه لمحمد؟ واحد عنده 25 سنه، عيل صغير شغال في بنك. بنك. مش عارف ايه، ما خفش لمده شهرين ليه؟ يا اما ما خدش علاج كويس لمده شهرين ادى الى كده، يا اما خلي بالي من امراض اخرى. ولذلك طولت معاه. جينا للجد. يكون ضرر. ممكن. سل رئوي. هل هو قابل ان يحصل؟ يحصل. ورجع تاني. فانا هخليني متفائل في الجزء الاولاني انه ما خدش علاج مظبوط في الاول. يبقى هنمشي، هيعمل ايه الاول؟ نمره واحد يروح المعمل البلغم بتاع يجيب منه. انت مستعجلين في حاجه؟ لا 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 ما فيش حاجه. بيدي له حضرتك حته كاسه كده معقمه بغطا احمر، يقول له انت قايم الصبح من النوم، المعمل احنا يامه، المعمل عاوز ياخد الفلوس. صح. المعمل ياخد الفلوس. خش خش. يروح له الصبح الظهر العصر. أيوة. المغرب. خش خش. ادي هات لي كحلي في دي. خلص. غلط. ده كحة الصبح ياخد دي منه، يقول خد فلوسك اهي عشان بس يديله البتاع دي. طب انا ما تجيش 2 جنيه، خدها البيت وقايم من النوم الصبح، يقوم يكح فيها. احنا مش عايزين يحط لي 2 كيلو، حته صغيره قد راس عود الكبريت. عود الكبريت بس يكون لونها الملون واللي طالعه من تحت. ده اول ما يصحى دكتور. بس اللي طالعه من تحت يكوم كده وتطلع من تحت من جوه مش كمين. من هنا. طالعه من الصدر. ويعمل لي مزرعه وحساسيه مش عايز اشوفها انا ولا يكلمني تاني. المضاد الحيوي اللي هيطلع مظبوط ياخده لمده 15 يوم. اللي الدكتور هيكتبه له. مفيش دكتور، هو المعمل يكتبه. اللي هو المعمل اللي يكتبه. طيب. واخد بال حضرتك؟ تمام. بس خلي باله ما يكونش عنده حساسيه ده، وياخد جرعات قويه كبيره. 15 يوم، خف كان بها، ما خفش يبقى يكلمنا تاني. اتصل تاني. طيب التاني بقى.
ده استاذ خالد كان بيتكلم عن الزوجه سكر حاجه و50 سنه 6 سنوات، السن 53، الوزن 70 كيلو، انسولين، وكانت مركبه دعامه، والسكر بيوصل ل 280. هنا انا عندي بحبحه ان انا ممكن ازود جرعه الانسولين. تقول لي ليه سيادتك؟ تمام. لا لازم حد الحاج قوي. لا تاني يا دكتور معاك. اتفضل يا دكتور. الحاله دي ممكن ازود الانسولين. الاولانيه ما كانتش ازود الانسولين، دي نزود الانسولين. قول القاعده اللي احنا حافظينها سوا. لا ما هو انسولين كتير وزن كبير. دي ايه رايك في وزنها؟ دي الوزن 70 كيلو. جميل، 70 كيلو حضرتك ممكن نزود الانسولين، نزود شويه. احنا كمصريين 75. هي بتاخد 30 الصبح و15 بالليل اعتقد. نخلي 40 20 و40 20 وتمشي كل يوم ساعه ونشوف. ممتاز، عشان اريح واريح نفسي، لان اصل ممكن ادخل في حته ثانيه. تمام، وده يبقى غالي ولا حاجه. عندنا استاذ وائل من كفر الشيخ والاستاذ عبد الله من اسكندريه. ناخد الاستاذ وائل الاول من كفر الشيخ. سلام عليكم. الله يبارك فيك يا استاذ حسام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ وائل. بنمسي عليك صحه الابتسامه الجميله يا استاذ حسام. جميل، الله يخليك، ما تحرمش منك ابدا. ربنا يبارك في حضرتك. رب ممكن اكلم دكتور محمد؟ اتفضل يا استاذ وائل. اتفضل. ايوه يا دكتور محمد. اهلا بيك يا استاذ وائل. اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك يا فندم. يا رب. الحاجه عندي عندها 75 سنه. خمسه وكام؟ 75. اتفضل. 75. نعم. فالسكر جاي لها بقاله سنه دلوقتي، عندها سكر بقاله سنه. وزنها قد ايه يا فندم؟ وزنها 75. 75. ايوه يا فندم. ايه حد كان زعلها جامد من السنه؟ خدت امرين لاربعه وامرين لثلاثه ما نفعش معاها. بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ قول تاني كده يا استاذ وائل. خدت امرين 3 مللي. نعم يا فندم. ماشي. ايوه يا استاذ. اتفضل كمل. السكر جه بعد زعله يا اخي اسمه ايه؟ فما جابش معاها نتيجه، فالدكتور غيره لها ديفانس. بايه؟ ديفانس او ديفانس. بايه؟ ديفانس 500. دايفنس. دايفنس، اوكي. ايوه يا فندم. فبس دلوقتي الايه؟ هي ماشيه عليه مظبوط تمام الحمد لله رب العالمين، بس بتلاقي بتحس باوجاع في كتفها، في ليه؟ في القفص الصدر كده، وبعدين النوم عندها ضعيف جدا، ما بتنامش الا اوقات بسيطه يا دكتور. السكر كام الصايم وبعد الاكل بساعتين كام؟ بعد الاكل بساعتين ما تزيدش عن 150 خالص نهائي الامر بفضل الله يعني، والصايم برضك بيعمل حوالي 110 125. طيب انت يعني انت انا برضه بسال تاني عشان السكر اللي يجي لحد عنده 75 سنه. أيوة. وهي ما كانتش تخينه، كانت تخينه قبل كده وخست؟ لا يا فندم، لا عادي جسمها عادي ما فيش اي حاجه. طب هي كانت زعلت من اي شيء جامد قبل ما السكر يجي؟ ايوه يا فندم زعلت، عندها كان في موقف يعني حصل موقف جامد يعني، كان زعل جامد فده، وما عندناش اي حد عنده سكر نهائي. ايوه، ما الزعل الجامد ده يعني حاجه كانت طارئه غير مستمره، صح؟ ما هو ده يا فندم، خلي بالك حضرتك اللي حصل عندنا ده بعدها على طول. طيب اوكي، فاحنا عايزين حاجه تريحها في النوم يا دكتور، بس اي حاجه تلاقيها ايه تنيمها كده تريحها. يعني ايه ما بتنامش يا اخي؟ يعني ايه ما بتنامش؟ ما بتنامش يا فندم عادي. يعني ايه؟ يعني ما هي بتاخد تنيدوم 100، عندها ضغط، وعندها ضغط تاخد تنيدوم 100 كمان. ماشي، بس هي حضرتك سيادتك يعني تخش على السرير مثلا ما تنامش الا بعد نص ساعه مثلا، ولا ما تنامش ساعتين؟ بتنام يعني مثلا ربع ساعه نص ساعه، وتنام وتقوم وتنام وتقوم. تنام وتقوم. ما تفتحش كده، فانا سمعت حضرتك قبل كده كنت قلت جريتول ومش جريتول، فقلت اشكر حضرتك الاول. طيب حاضر، موافق، ذكي ما شاء الله عليك، حاضر، كويس قوي، حاضر. التاني خلاص. ماشي، شكرا يا استاذ وائل، خليك مع الدكتور. ناخد الاستاذ عبد الله من اسكندريه، السلام عليكم. ماشي، شكرا يا استاذ وائل، خليك مع الدكتور. ناخد الاستاذ عبد الله من اسكندريه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ، ازي حضرتك؟ يا استاذ عبد الله. ايوه مع حضرتك انا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ عبد الله، لو تسمع من التليفون بس بلاش التلفزيون. انا فصلت التلفزيون، عملت صم. ايوه عشان انت بتسمع من التلفزيون، خليك مع التليفون. ماشي حاضر، انا ممكن اكلم دكتور محمد؟ اتفضل تفضل. اهلا دكتور، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. والله انا كان عندي شكوى في المعده من زمان شويه، ان انا كان في مكروب حلزوني بيتكرر عليا كده على تكرار يعني. فتعبت جامد بعد وفاه والدي، الكلام ده من 3 شهور او من 4 شهور. فحاجات اتغيرت في المعده، ان انا من ساعتها لغايه دلوقتي بحس ان في صهد، في صهد جامد طالع من فم المعده كده على صدري. صهد اكنك يعني حاطط حاجه على طالعه صهد كده من النار كده. فبتطلع على صدري، هي موجوده معايا حاليا دلوقتي.
فانا ماشي على علاج، باخد علاج دلوقتي يعني علاج يعني الاثر بتاعه ضعيف خالص، ما اعرفش او العمليه مطوله معايا ليه كده ما اعرفش. يعني انا برضو عايز استفيد من حضرتك برضو. العلاج بقاله قد ايه حضرتك بتاخده؟ انا باخد علاج بس علاج كان مختلف بقالي 4 شهور أو 3 شهور. وكنت اتحسنت وبعدين الحاله تعبت تاني؟ لا انا بتحسن على فترات، ممكن اقعد 2 أسبوع كويس وبعد كده ترجع تاني. طب حضرتك بتقطع العلاج عشان بترجع تاني ولا ما بتقطعش العلاج؟ انا ممكن اقطع العلاج لو زادت عليا خالص، لو التعب زاد على صدري جامد وحسيت بحرقان طلع صهد جامد وعملت منظار، المنظار طلع التهابات خفيفه في المعده، وعملت اشعه بالصبغه ما طلعتش حاجه خالص. استنى بس بالراحه، التهابات يعني شديده ولا التهابات متوسطه ولا بسيطه؟ حضرتك المنظار ده انا عامله في شهر 12. قال لك ايه، بسيطه ولا؟ قال لي متوسطه، التهابات متوسطه. لكن مفيش قرحه؟ ما قاليش، ما جابليش سيرة القرحة خالص. طيب ماشي اوكي. قول لي بقى، الالم ده ولا الصهد اللي طالع ده موجود ورا عظمة الصدر الامامية؟ في من انزلاق اول انزلاق المعدة في اخر الصدر من قدام كده، هي المكان ده. طب بيزيد اما بتنام على ظهرك؟ لا ما بيزيدش، ده بيخف. يعني لما بتنام على ظهرك بيخف الالم؟ انام على ظهري شوية كده، انام على جنب كده يخف معايا. عملت أشعة على البطن تلفزيونية؟ عملت سونار أكتر من 5 6 إشعاعات. قالوا إيه؟ اللي يقول لي التهابات واللي يقول لي قرحة في المعدة واللي مش راسين على حل واحد. يا ابني ما فيش حاجة اسمها قرحة في المعدة اللي بتبان بالأشعة، ده نصب. الأشعة التلفزيونية ما بتبينش غير الأعضاء المجوفة اللي فيها سائل زي المرارة أو الأعضاء المصمتة زي الكبد والطحال والبنكرياس إلى حد ما، الكليتين، المثانة، حتى الحلب بصعوبة شوية نجيبه. لكن يقول لك المعدة ولا الاثنى عشر ولا الأمعاء الغليظة أو الرفيعة تبان بالأشعة التلفزيونية، ده نصب. والنصب أصل فيه كتير نصب كتير أوي اليومين دول، ينيمه يقول له عندك قرحة بالأشعة. طب حضرتك الأشعة اللي هي بالصبغة ما تبينش القرحة؟ لا ما هو بص، انت هتعمل لك منظار بقى، المنظار ده اصله يعني مش حاجة صعبة قوي، ده اتفه مما تتخيل. طب اقفل حضرتك وانا شكرا استاذ عبد الله وتابع الدكتور، خليك مع الدكتور. الحالة الأولى بقى الأستاذ وائل اللي كان من والدته 75 سنة وبتاخد ديفنس 500 وعدم نوم وضغط. دايفنس سوري. خلاص احنا خلينا على الدايفنس زي ما هو، بس قلة النوم احيانا اما السن الكبير بيكون موجود بيبقى عملية النوم المتقطع دي هي ما تنامش الظهر ابدا. خلينا الاول كده، ما تنامش بالنهار ابدا. بالنهار عشان تعرف تنام بالليل. عشان تعرف تنام بالليل، هو بس حضرتك بالليل لان المخ ما بيكونش الاكسجين بتاعه منتظم وبالتالي بيبقى تقوم دايما. هو الاكسجين ما يقل للمخ مش زي ما الناس فاهمه، لا ده بيفوق اكتر منه بينيم، بس لو طال قلة الاكسجين ففي الحالة دي ممكن يبقى فعلا النوم، بس نوم من نوع اخر ليس بالنوع الطبيعي. فانا ممكن هي بتاخد ادوية تانية اقل مش كده الى جانب السكر. ممكن يكون في بعض الادوية اللي هي بتسهرها او كده، فتراجع مع اي طبيب او مرة تانية اتصل يقول لنا انواع الادوية مرة واحدة نشوف ايه. هل التجريتول ممكن 200 ملي جرام تاخد حباية قبل النوم بساعة؟ ينفع، ما فيش مشكلة. تجري تقول ده ظريف جدا جدا جدا، دواء آمن موجود من 50 أو من 100 سنة، رخيص جدا. الدكاترة أو شركات الأدوية ما بتكتبوش على أساس إنه هو رخيص، وبيستبدلوه بأدوية أكثر خطورة زي الليريكا وغيرها اللي محطوطة دلوقتي جداول لأنها غالية، 330 جنيه تقريبا الليريكا في الشهر تكلفه. تجري تقول يمكن يكلفه 15 أو 20 جنيه على ما أعتقد يعني. شتان واحسن منه، بس طريقه عمل ده غير عمل ده، بل بالعكس التيجرتون اكثر امانا. يعني لو انت امانا على المستوى البعيد على مستوى المخ والجهاز العصبي. الحاله الثانيه اللي كان بيتكلم، الحاله الثانيه كان الاستاذ عبد الله من اسكندريه، شكوى في المعده وميكروب وعمل منظار. طيب بنتكلم عن الميكروب الحلزوني. التهاب ومره قرحه. نعم الميكروب الحلزوني موجود في كل الناس، ووجوده لا مش لازم يكون هو سبب الكارثه،
ولكن حينما وجدوا ان هو معظم الناس اللي عندها تقرحات في المعدة او التهابات شديدة في المعدة بيصاحبها وجود الميكروب. طب ما في ناس طبيعية عندها الميكروب، الميكروب ده بيعيش يا فندم مع الوسط الحمضي، عايش معاه مفيش مشكلة. طب هل هو المسؤول عما هو يعاني منه ام لا؟ لا نستطيع ان نحدد. هو هل هو خد بقى علاج مظبوط للميكروب ده؟ اعتقد بعد ما عمل المنظار يبقى خده. طب احنا هنا هنجرب معاه حاجه كده ونشوف. طيب. يعني هو المفروض يكون ماشي على حاجات زي مثلا جاسترازول 40 ملي جرام حبايه الصبح حبايه بالليل، ياخد برمبران 10 ملي جرام حبايه قبل الاكل بساعه او بنص ساعه ثلاث مرات في اليوم، ياخد معانا كمان استيلابيد حبايه الصبح حبايه بالليل قبل الاكل. نكمل على دول كده لمدة شهرين وبعدين يكلمنا تاني لو فيه، يبقى احنا هنتكلم في حاجات اكتر من كده شوية. طيب واكيد برضو بنقول للسادة المشاهدين لو ما بنلقطش الاسامي بتاع الدواء بتاع الدكتور ياريت متابعة الحلقة على صفحة الدكتور او على صفحة الخاصة برضو، والقعدة بتاعت الحلقة كمان على قناة الصحة والجمال. وفي اليوتيوب بينزلوها القناة يكتب بس دكتور محمد سعد حامد كونسولتو هتطلع الحلقة يصور منها اللي عايز يصورها. اكيد. اوكي معانا استاذ هاشم من اسيوط والاستاذ محمد من كفر الدوار. ناخد استاذ هاشم من اسيوط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور معاك يا استاذ هاشم. ماشي يا دكتور. السلام عليكم. اهلا بك يا فندم. اتصلت بيك قبل كده انا من شهر يمكن، عندي انا الام في بطني، عندي القولون دي اللي يطلع 25 سنه. نعم. عامل لي تعني على طول، عايز كله بعالي من انا وفي مصارين ومغص، بخش الحمام تحت 7 مرات في اليوم الصير، واحيانا اقعد بتاع 40 دقيقه في الحمام. وما عرفش اروح مشوار بعيد من القولون ولا اخذ مصلحه، لان قاعد قبل الحمام على طول. وكشفت كتير جدا وعملت اشعه وتحاليل وبتاع، ولا مفيش فايده، مفيش علاج بيريح. عاوز ما يعني عاوز حاجه تظبط معايا ان انا اخش الحمام مره واحده مثلا في اليوم. يعني ما فيش دكتور قادر يشخص الحاله عندي خالص، مش عارف ايه بالظبط موجود في الالم. والم جامد دايما، مغص في بطن على طول، والام وانتفاخات، والحمام ده على طول اخش بتاع 7 مرات في اليوم، واحيانا اقعد بتاع 40 دقيقه في الحمام. من كام سنه عندك الموضوع ده؟ ده دي بيطلع 25 سنه يا دكتور. واكتر. وزنك كم كيلو يا فندم؟ انا وزني تحت 70، انا 65. وعمر سيادتك قد ايه؟ نعم. سن سيادتك؟ طولي؟ شو السن؟ السن 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 انا عندي 61 سنة حاليا، طلعت معاش 61. طيب. عملت طبعا اشعات تلفزيون بقى ومناظير والحبة دول؟ ها، عملت اشعة تلفزيونية كتير، وعملت تحليل رأس مرة، ومرة قالوا له في ديدان، ومرة قالوا لي ما فيش حاجة، بس انا تعبان خالص، عارفش ارجع مصلحة واروح مشوار بعيد عن البيت يعني. طيب. عشان اروح فترة الصبح، من الصبح للظهر دي ببقى قاعد قبل الحمام، يعني ما عرفش اروح مكان الا بعد الظهر، ورحت مكان لازم اقعد جعان النهار كله عشان ما اخشش الحمام، لان اي اكل اكله اخش بعديه الحمام، والمرض ده على طول في مصارينه وبتاع. طيب حاضر، الف سلامة. طيب. في ناخد لا لسه الاستاذ محمد كفر الدوار. طيب. انا ما اعتقد ان فصل، ناخد وهنرد على الاستاذ هاشم. طيب. دلوقتي انت عندك 25 سنة اعراض لما يسمونه الناس العامة القولون العصبي. القولون العصبي ده يعني لفظ زي ما تقول كده لقلة الحيلة. حينما تجد لا تجد قلة حيلة، ما هو كلمة عصبي معناها اعصاب بتغذي القولون او الامعاء. اكيد. ومعنى اعصاب بتغذي القولون او الامعاء يبقى ده حضرتك مش التهاب. ده هو عيوب وظيفية. وظيفية يعني مفيش حاجة غريبة في الغشاء المخاطي ولا في القولون ولا الكلام ده. وساعات تقول لك متعصب يعني عامل قبض عادي عالية جدا. هو قال كلمة خلينا يعني، طب أسبابه إيه؟ أنا بس الأول عاوز أطمن إن هو ما يكونش عنده مشكلة في منطقة الشرج، فيروح لدكتور من زملاتنا بتوع الجراحة. بخبر حضرتك لو ما كانش راح عشان يعمل له فحص لمنطقه الشرج والمنطقه دي، نطمن ان ما كنتش هي سبب مشكله، وبعدين نشتغل غلط كلنا. اكيد. طيب طلعت سليمه،
برضه زي ما الراجل اللي هو النزله الشعابيه اللي احنا قلنا عليها وبقاله شهرين وما بيخفش، انا كطبيب لازم احط عيني على الاشياء الغير تقليديه اللي ما بيفكرش فيها الناس الدكاتره لاي دكتور. فممكن ده يكون التهابات مناعيه داخل القولون، يا اما اكتشفناها يا اما هنكتشفها. طب انا اقدر اديله علاج من دلوقتي اخاف، ولكن هنجرب معاه حاجه اسهل. احنا هناخد حضرتك دواء مثلا باللادونا زي مثلا اسباز هتلاقيه خده، ولكن احنا في بعض الادويه اللي هي بتؤخر. بص حضرتك الاندرال ناخد اندرال البسيط قوي ده، بس هو مش هيجيب نتيجه لوحده، 10 مللي جرام مره الصبح ومره بالليل. وهناخد انترنيل حبايه مرتين بعد الاكل، وناخد العلاج ده بعد الاكل مثلا، ياخد الاندرال الصبح وبالليل، والتانيه الصبح والظهر اللي هو الدواء بتاع الانترنيل ده. الانترنيل ده في ميزته انه هياخر شويه عمليه تعصب القولون، وعمليه اللي هي مع الاكل يربطه بيخش الحمام هتقل برضه. تمام. يبعد طبعا، هو عارف ان الفتره دي من كتر الدخول الحمام بيحصل نوع من الالتهاب الذاتي. يعني ايه الذاتي؟ ان من كتر يعني مثلا واحد عنده حكه في ايده استخدام مستمر، لا حكه في ايده، الاول هيحك ايديه ويخف السبب. تمام. بس الحكه دي خليه يفضل يحك، ودي هتنزل دم. الله يبارك فيك. حتى نزول الدم يخليه يحك تاني. تمام. مع ان في الاول الحساسيه خفت. صح. فهو اللي حصل في القولون كده. تمام. القولون دلوقتي حضرتك متعور، العظيم مصاب. حتى لو احنا خففناه مش هيعمل. يبقى لازم ياكل ايه بقى؟ يقعد حضرتك شهر كامل منتجات الالبان ممنوعه. تمام. انا عارف احنا المفروض نقفل منتجات يعني للاسف ده كان يعني ده اخر اتصال. انا عارف منتجات ال 30 ثانيه خلاص. يبقى منتجات الالبان ممنوعه. تمام. الحادق والحراق والمسبك والحاجات اللي هي كل ده ممنوع. فيها بذر تبقى ممنوعه. يعني ياخد حضرتك ممكن حاجه زي عيش ابيض، رز ابيض، مكرونه بيضه، حته فرخه بيضه، مسلوق، الكلام ده شهر كامل ان لم يزيد. تمام. احنا خلاص انا خلص. خلصنا. بس دكتور محمد في النهايه انا بشكرك جزيلا جدا، وربنا يوفقك ان شاء الله بكره، وبنوه للساده المشاهدين على قناه العربيه غدا باذن الله من الساعه 7:30 لمده ساعه على قناه العربيه. يعني اغتنموا الفرصه، هيتكلم الدكتور محمد عن 3 مواضيع هامه، وانتظروا الدكتور بكره ان شاء الله على قناه العربيه. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت ميديسن. نشكركم لحسن الانتباه والمشاهده، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كشف مستعجل وما فيش عندنا